مساء الخير واهلا ومرحبا بكم مشاهدي برنامج المنصه الى هذه الحلقه. في هذه الحلقه سنناقش موضوعين، الموضوع الاول سيكون عن اسباب تاخر صرف مرتبات افراد الجيش الوطني واثر ذلك على معنويات منتسبيه وعلى استكمال عمليه تحرير باقي المناطق الخاضعه لسيطره الميليشيا وتطبيع الحياه الامنيه في المناطق المحرره. في المحور الثاني من هذه الحلقه سنناقش الاسباب التي تقف وراء انهيار العمله المحليه وانعكاسات هذا الانهيار على حياة المواطنين وكيفية إمكانية الحد منه. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم لمناقشة موضوع المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب لمشاهدة تقرير التالي حول الموضوع والذي عده الزميل عمر النهمي. عامان وأربعة أشهر منذ أن تأسس الجيش الوطني إلا أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى آلية كاملة لصرف الرواتب الشهرية لمنتسبيه. بحسب مراقبين فإن أسبابا كثيرة تقف وراء ذلك، لعل أبرزها تأخر تسليم الكشوفات من قبل لجان الصرف. هذا التأخير يعود إلى وجود ازدواجية وظيفية وأسماء وهمية. كانت الحكومة في العام الماضي قد شكلت 7 لجان رئيسية وعينت وزراء مشرفين على لجان صرف الرواتب في المناطق العسكرية بمحافظات الجمهورية. لتلافي هذه الإشكالية ولتأسيس قاعدة بيانات صحيحة للجيش، إلا أن مناطق عسكرية لا يزال منتسبوها ضحايا لعدم انتظام صرف رواتبهم. جنود المنطقة العسكرية 5 مثلا للشهر 6 على التوالي لم يستلموا رواتبهم ولا يزالون مرابطين في الجبهات، وغيرهم في مناطق عسكرية أخرى لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ 5 أشهر. مسؤولون في الحكومة كانوا قد كشفوا قبل أشهر منع التحالف ل13 رحلة طيران كانت تحمل أموال الرواتب من الهبوط في مطار عدن، ما تسبب في إرباك الحكومة وحال دون صرف الرواتب بشكل منتظم. الحكومة تتعذر بضعف الموارد التي من شأنها تغطية رواتب موظفي الدولة وفي مقدمتهم المؤسسات العسكرية والأمنية. الوضع يحمل الشرعية مسؤولية أخلاقية تجاه الجنود، حيث تعاني أسرهم وأطفالهم شظف العيش، سيما والرواتب تمثل مصدر الدخل الوحيد. وضع يحتم على الشرعية أن تكون أكثر جدية ووفاء مع الجنود المرابطين الذين يخوضون معركة استرداد الدولة. إذا تابعنا هذا التقرير حول موضوع المحور الأول من هذه الحلقة والذي نخصصه البحث في أسباب انقطاع رواتب مرتبات أفراد الجيش الوطني وتأثيرات ذلك على وضعهم وأيضا على المعارك الدائرة الآن مع الانقلابين. لدينا اتصال. ألو، الأخ سليمان، أهلا بك. أهلا ومرحبا. تعليقك ومشاركتك في الموضوع. معك الرائد سليمان الكحلاني، أركان حرب اللواء الكتيبة الأولى في اللواء الثالث حرس، وأحد الجرحى من المنطقة الخامسة. أهلا وسهلا. وكيف مناشدة عبر قناة بلقيس الفضائية للأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي والفريق الركن علي محسن الأحمر نائب الرئيس واللواء الركن باهر علي العقيلي رئيس هيئة الأركان العامة. لبحث مشكلتنا التي نعاني منها منذ 8 أشهر أو 9 أشهر منذ خروجنا أو منذ برحنا في ميدي، ونحن نعاني من انقطاع الرواتب وتأخيرها. لكن فوجئنا هذه المرة أننا جرحى اللواء سعيد حرس بالكامل أسقطت أسماءنا من كشوفات الراتب. وما هي المبررات؟ ما هي المبررات؟ نعم، والله المبررات الذي يقولها اللجنة أن اللواء نفذ أوامر رئيس هيئة الأركان محمد المقدسي آنذاك في شهر 12 بإخراج اللواء دورة تأهيلية إلى محافظة معرب والعودة، وبذلك أخذوا كمان الجرحى، ورغم أننا كنا نعاني من صح طويلة وخرجنا بمذكرة رسمية من قائد المنطقة الخامسة توفيق القيز آنذاك، واستقبلنا مندوب تسكين الجرحى في سكن الجرحى في مارب وسكننا،
وجاء وتم التعامل معنا طبيعي، لكن فوجئنا في شهر 6 عندما بدأوا يصرفوا الرواتب شهر 1 و2 بعد تأخر كثير، بعد تأخر دام ممكن 5 أشهر، فوجئنا بسقوط الأسماء. نسأل عن الأسباب، قالوا أن اللواء غادر المنطقة الخامسة وأصبح في إطار المنطقة الثالثة. رفعنا مذكرة بقيادة برئاسة قائد اللواء عبد الله علي سراج آنذاك إلى رئيس هيئة الوكالة العامة، ووجه في بيان خطاب موجه إلى نائب رئيس الجمهورية، وتم الفريق علي محسن الأحمد حفظه الله بتوجيه لجنة وتخرج بحل مشكلتنا. فخرجت لجنة صرف رواتب مع لجنة تقييم الجرحى، وتم صرف رواتبنا لشهر 1 و2. قلنا أن اللواء سيعود إلى ميدي ونحن نبقى ضمن إطار الجرحى التابعين للمنطقة الخامسة. وتم البراءة لجميع الجرحى بهذا الكلام، لكن فوقينا كمان الآن عندما خرجت اللجنة لصرف الرواتب قبل 4 أيام فوجئنا أن أسماءنا سقطت من الكشوفات مرة أخرى، مع أن التوجيه كان والعلم عندنا أن أسماءنا ستدرك ضمن الكشوفات. طيب هذا بالنسبة لمشكلتكم، إذا ما تحدثنا بشكل عام على منتسبي الجيش والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية، هل هناك انتظام في صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني أم ما زالت تعاني من فترة إلى أخرى من التأخر؟ نعم، هناك طول انتظار وفي مشاكل كمان أخرى ضمن المنطقة الخامسة وضمن المناطق الأخرى. أنا أطرح هذه مشكلة اللواء الثالث، وبينما في سقوط أسماء من اللواء الصالحين ومن اللواء العاشر أخرجوا بطريقة رسمية، ومنهم من ذهب للعمرة ومسك. طيب أين تذهب عندما يتم إيقاف هذه المرتبات؟ هل تصرف ويتم مصادرتها أم ربما يتم صرفها لكم فيما بعد بأثر رجعي؟ ما الذي يحصل في هذه الحالة؟ الذي يحصل أخي الكريم أننا نجهل أي معلومة عن الرواتب أين تذهب، لكن في بعض الأوقات يقال لنا أن الرواتب لم تنزل من الوزارة أو من العاملين عليها، وهذا احتمال أنه كيف توجد أسماء وكيف تسقط أسماء وكيف يعد الرواتب. أحنا نعرف والجميع يعرف وأنت كمان أن مؤسسة الجيش والأمن مؤسسة ثابتة، أسماء ثابتة، لا يسقط أي فرد من سجل الجيش أو الأمن إلا بعد مرور 3 أو 4 أشهر عن انقطاعه أو انفراره، وفي حالة تم عودته يتم أمر صرف طبيعي وإجراءات روتينية الكل يعرفها. طيب شكرا جزيلا لك، ونتمنى أن يتم الاستماع إلى الشكوى التي طرحتها ومعالجة هذه المشكلة. لدينا اتصال آخر، الأخ أحمد جواد، أهلا بك أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله وبياك. وعليكم السلام، تفضل أخي ومشاركتك تعليقك في الموضوع. أولا أشكر قناة بلقيس وبرنامج المتقدم. أحمد لو تقف في مكان تكون فيه التغطية أوضح. أخ أحمد، طيب اتصال آخر. طيب فقط أذكر بإمكانية التواصل والمشاركة من خلال أرقام الهاتف الموجودة في الشاشة، وأيضا بإمكانكم التعليق والمشاركة من خلال البث المباشر على صفحة قناة بلقيس عبر البث المباشر. الأخ أبو أمين العطاري يقول، يلخص ربما ويطرح الحل، يقول أن الذي هو مداوم هناك له راتب. نذهب لاستعراض بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال الواتساب حول الموضوع. الكثير من أفراد الجيش الوطني ليس له دخل إلا الراتب هذا المتمثل في عالة أسرته، فإذا فقد الراتب فقد مقوم من مقومات النضال ومن مقومات الأشياء التي تدفع إلى القتال، وقد ينسحب ويترك الجبهة في أي وقت بحثا عن رزق مصدر آخر لعالة أسرته. عامل من عوامل النصر الذي سنحققها على براثن الحوثي والإمامة، على أصحاب كهوف مران الذي يريدون قلب التاريخ وعادة عجلة التاريخ إلى الخلف. وبهذا أني أطالب الرئيس عبد ربه والتحالف العربي على توفير الاحتياجات الأساسية للجيش الوطني، وعلى رأس هذه الاحتياجات
المرتبات، لاحظت ان المرتبات تلعب دورا اساسيا في حياه الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. بنعاني من قلال معاشات، يعني المعاشات مقطعه لنا من 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 رمضان، بدون معاشات بدون رواتب، مرت اعياد علينا ولا استطعنا ان ندي لاطفالنا شيء من عدم، لا عندنا لا معاش ولا قليل ولا كثير ولا، وفوق هذا صامدين بالجبهه ومستعدين ننصرك يا هادي، ومستعدين ننصر الدوله وننصر الوطن ونحرر البلاد يا رئيس عبد ربه منصور هادي. ونحن اسر شهاده، وانا ابو شهيد، وانا الشهيد ان شاء الله القادم. المطلوب الان من الدوله كمسؤول عليها، كمسؤول شرعيه، كشرعيه مسؤول عليها، تمام، ان تقوم بتوفير كل احتياجات الناس المشرده، لانه لم توفر لهم حتى الراتب اللي تعطيهم، لم تعطيهم الغذاء، لم تعطيهم المأوى، لم تعطيهم يعني الشيء الدفاع، وخاصة الناس الآن داخلين في فصل الشتاء. فالمطلوب من الدولة أو من الرئيس عبد الرب منصور هادي أو من رئيس الوزراء الاعتناء بالناس المشردين، والذي ضحوا بما يمتلكوا بأولادهم بأموالهم بكل شيء لأجل الشرعية، فيجب أن الشرعية توفى للناس هؤلاء، تمام، بتوفير كل ما يحتاجوه. تابعنا إذن هذه المشاركات التي وصلتنا، وهي لبعض من منتسبي الجيش الوطني يتحدثون عن موضوع تأخر صرف المرتبات وتأثير هذا الانقطاع والتأخر والتعثر في عملية صرف المرتبات. لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية، الأخ هيثم، أهلا بك هيثم. مساء الخير أستاذ سامي لك ولكل مشاهدين قناة بالفيصل الطبيعي، تفضل. شكرا لك، مشاركتك وتعليقك حول الموضوع. في اعتقادي أن الشرعية لها صلة وأنقاض في عدم صرف الرواتب حتى تنتشر التمرد والفوضى بين الجيش الذي هو في الأساس وظيفته نشر الأمن والاستقرار. بالعربي إضعاف الهيكل التابع للجيش وإظهار قوة التصالح بين بعضها البعض. بالإضافة إلى اللجان التي يتم تسليم الأموال إليها، في بعض الأحيان تقدم أعذار لا توجد سيولة كافية أو انعدامها، وفي الأغلب يتم أخذ الأموال واستخدامها استخدام أخرى لعدة أشهر، غسيل أموال والكف من ورائه في عدة أوجه، حتى وإن كان مع الجهات الانقلابية، أينما توجد المصالح تسلك الطريق ويستفيد من الوضع. طيب، هناك هو الآن غاية هذا الجيش الوطني هو استعادة الشرعية، بالتالي أنت بناء على ماذا عندما تقول أن الشرعية هدفها نشر الفوضى؟ هذا الجيش هو نعم أستاذ سامي، هناك لوبي فساد في الجيش الوطني يتعمد بخلط الأوراق والتلاعب في كشوفات الراتب، وكذلك عملية الترقيم والتجنيد التي رافقتها فساد مالي وإداري وأرقام خيالية في التجنيد. في تعرف بالله عليك أكثر من 40,000 جندي تم تجنيدهم، مع العلم بأن أغلب الأسماء الواردة في كشوفات الراتب ليس لها علاقة في الجبهات، وأكثرهم مغتربون ومقربون من مشايخ وتجار الشروق. عملية الترقيم التي حصلت في تعز مع الأسف أكثرها وهمية، وأغلب المقاومين الحقيقيين في الجبهات تم إسقاط أسمائهم واستبدالهم بأسماء لا علاقة لهم في الجبهات. هناك أكثر من الشهداء، من شهداء وأسر الشهداء حرموا من رواتبهم، وتم إسقاط أسمائهم، وتم إسقاطهم من مكرمة الملك سلمان، وتم استبدالهم بأناس آخرون ليس لهم علاقة في الجبهات ولا في الجيش. طيب، شكرا لك أخ هيثم ولكل ما طرحته. أيضا لدينا اتصال أخ أحمد جواد من مأرب مرة أخرى، أهلا بك أخ أحمد. أهلا بك وحياك الله وبياك. حياك أخ أحمد، شكرا لكم الجزيل. نحن جرحى اللواء 3 حرس، قد سقطت أسماءنا من قاعدة بيانات المنطقة العسكرية 5، وقد أسقطت أيضا على ذلك من كشوفات المرتب التي تم صرفها من قبل أسبوع إلى يومنا هذا وهم بيصرفوا. نريد أخي الكريم أن نعرف لماذا تدخل السعودية في صرف ومعالجة جميع أمور المنطقة العسكرية 5، من تدخل مالي ومن تدخل إداري ومن تدخل داعم. لو توضح هذا الموضوع، يعني ما الذي تريد قوله أنت في هذه النقطة؟ هو المعروف أن التحالف العربي هو الآن مشرف ربما على العمليات العسكرية، يعني ما الذي تقصده أنت في هذه النقطة؟ أنا الذي أقصده أن السعودية لم تترك المجال للمنطقة العسكرية الخامسة أن تدير أمورها بنفسها، حتى أن
من مواطنين سعوديين، من عسكر سعوديين، مجال المنطقه للتعامل مع افرادها واداره امورها، مما ادى الى سقوط اسماءنا في كشوفات السعوديه، في الكشوفات التي اصدرتها اللجنه السعوديه. نحن قمنا بمذكره من قائد اللواء، ومن قائد المنطقه العسكريه الخامسه، ومن رئيس هيئه الاركان الذي امر على اثر هذه المذكره بصرف مرتباتنا بعد ضم اسمائنا الى الكشوفات. ولكن للاسف اللجنه السعوديه قالت بالحفظ، نحن ما نطلق قوانيننا الا من قيادتنا، يعني ما بعد ان يرفضوا امر رئيس هيئه الاركان. هذا من جانب يا اخي. الجانب الاخر مشكلتنا أننا خرجنا من السعودية كجرحى، نقلنا إلى مأرب قبل سنة وإلى الآن لم تعالج مشكلتنا. المعاشات السابقة تم صرف المرتبات لجميع الجرحى زملائنا الذين يسكنون في سكن الجرحى ونحن معهم في سكن الجرحى، لكن أسماءنا أسقطوها المرة الأولى، لاحقنا وتابعنا إلى أن قام نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن حفظه الله بصرف المرتبات لنا من جيبه الخاص، ولم تتم معالجة مشكلتنا جذريا في هذاك الآن، وإلى الآن نحن نعاني نفس المشكلة التي تتكرر في كل مرتب. طيب وش اللي أكد لك أنه صرف من جيبه الخاص؟ ممكن صرف لكم مرتباتكم يعني؟ لأننا قمنا بما قمنا به الآن من رفع المذكرات ومن معاملات ومن طبعة ومن، لكن لم تستجيب اللجنة السعودية إلى أن رفعنا المذكرة إلى نائب رئيس الجمهورية، إلى نائب رئيس الجمهورية، فشكل هو لجنة خاصة برئاسة أبو الفضل، وجاءت إلى هنا وصرفت لنا المرتبات على أمر الفريق علي محسن حفظه الله وراه. شكرا جزيلا لك أخ أحمد جواد من مأرب. اتصال آخر الأخ بندر. أيوة نعم، أهلا بك أخ بندر، وتعليقك مشاركتك في الموضوع حول أسباب تأخر صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني. مرحبا أخي الكريم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. معك الرائد بندر المهدي، نائب شعبة الإعلام في المنطقة العسكرية الخامسة. حقيقة نشكركم على يعني اهتمامكم، وفيما يتعلق بالمنطقة العسكرية الخامسة يعني هناك بعض النقاط أحب أن يعني أتطرق إليها بحيث تكون بالصورة وكذلك السادة المشاهدين. بالنسبة للمنطقة العسكرية الخامسة، من وقت مبكر لأني وأنا استمع التقرير يعني الذي ورد في بداية البرنامج يتحدث عن يعني عن ازدواجي وغيرها. بالنسبة للمنطقة العسكرية الخامسة في يعني قبل عام ونصف من وقت مبكر تم تفعيل نظام البصمة، ويعني هذا يعني احد العوامل الذي منع الازدواج في المنطقه، وكذلك الموقع الجغرافي للمنطقه العسكريه الخامسه حيث تبعد عن يعني مركز التجمعات البشريه والتحشيد لافراد الجيش الوطني وهي منطقه مأرب، وهذا ايضا منع الازدواج كذلك. وكذلك العامل الثالث الذي منع الازدواج عدم تداخل المنطقه العسكريه الخامسه مع اي منطقه اخرى، يعني كما هو موجود في عند يعني لدى الاخوه في مأرب هناك تداخل يعني على الاقل تداخل يعني كمؤخرات بين المنطقه العسكريه السابعه والمنطقه العسكريه الثالثه وغيره. طيب سياده الرائد، سياده الرائد، الى اي حد هذه الاليات المتبعه في المنطقه الخامسه هي منصفه باعتقادك؟ اخي الكريم، بشهاده ويعني متابعه الاخوه في هيئه الاركان يعني رئاسه هيئه الاركان العامه، الكل يعني مجمع على ان المنطقه العسكريه الخامسه من حيث اللمسات الاداريه وهذا الجانب الفني تعتبر هي اولى المناطق العسكريه، يعني بحيث يعني ما ذكرته من عوامل ساعدت كثير في انضباط يعني الجانب الاداري بالنسبه ل يعني لوضع شؤون الافراد ويعني كشوفات يعني المرتبات.
لكن ايضا يعني الاليه المتبعه الان في المنطقه الخامسه سيادة الرائد، الآلية المتبعة في المنطقة الخامسة هدفها الحد من الفساد ربما الموجود كما يقول البعض داخل المؤسسة العسكرية وما زال موجود حتى الآن. طيب بالنسبة للشكاوى التي طرحها بعض أفراد الجيش الوطني التابعين للمنطقة الخامسة والتي استمعنا إلى مداخلاتهم من مأرب، هل لك من تعليق على هذه المداخلات ومشاكلهم؟ وهل يمكن حل هذه المشكلة بالنسبة لهم وصرف مرتباتهم؟ هل هم يستحقوا المرتبات؟ ما علاقتهم بنظام البصمة والآلية المتبعة في المنطقة الخامسة؟ أخي الكريم، أكرر حتى تكون بالصورة أستاذ المشاهدين، ما ذكرته يتعلق فقط في الجانب الفني والجانب الإداري، أما من حيث تأخر المرتبات لا شك أننا جزء من كل، وما يجري على بقية مناطق الجمهورية من تأخير مرتبات هو يجري تماما على المنطقة العسكرية الخامسة. يعني نتمنى من الأخوة في قيادة الدولة ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية ونائبة ورئيس الحكومة ورئيس يعني رئاسة الأركان العامة، يعني جهودهم مشكورة ونتمنى مضاعفة جهدهم وأن يجعلوا يعني أولوياتهم هي يعني مرتبات أبناء الجيش الوطني الذين يعني دفعهم يعني دفعتهم المسؤولية العامة إلى يعني الذود عن الجمهورية ويعني عن الشرعية وعن كرامة يعني اليمن، ولذلك يعني يحتاجوا الاهتمام الكبير وأن يكونوا من أولويات عمل الحكومة وأيضا عمل مؤسسة الرئاسة. بالنسبة للشكاوى التي وردت من بعض الأخوة المتصلين، أعتقد أنها يعني وضع استثنائي، ويعني كما ورد في اتصال الأخ يعني سليمان بخصوص اللواء الثالث، اللواء الثالث كما ذكر الأخ المتصل نفسه لم يصبح يعني تابعا للمنطقة العسكرية الخامسة، وبالتالي إشكاليته لا تتبع المنطقة. شكرا جزيلا لك سيادة الرائد. وينضم إلينا أيضا العقيد أحمد السفياني من دوب محور تعز. أهلا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا سيادة العقيد. لو تضعنا أمام أسباب تأخر صرف مرتبات الجيش الوطني، لماذا؟ أين هي المشكلة؟ حياكم الله وأشكر هذه القناة لمتابعتها أفراد القوات المسلحة وهموم المواطن بشكل عام. شكرا لكم على هذا الكلام. وأولا تأخير المرتبات، بالنسبة لتأخير المرتبات هي عبارة عن إشكاليات مالية قد تواجه من التعجيز المالي من إمكانية الدولة بناء الدولة بناءها بناء على شكل بطء أو عدم وجود التعجيزات المالية. طيب هناك اتهامات من قبل البعض فيما يتعلق بإسقاط أسماء منتسبي أفراد الجيش الوطني من كشوفة الرواتب، ما هي المبررات أو الآليات المتبعة والتي يتم بموجبها إسقاط أسماء هؤلاء الأفراد؟ أنا أشكرك. هذا الكلام قد يتبادر للذهن أنه قد يسقط المرتبات، لكن في البداية عندما بدأت المالية تعتمد مرتبات الناس اعتمدت مرتبات الأفراد كامل الكشف اللي رفعته. بعد ذلك جاءت قاعدة بيانات من قاعدة البيانات الصحيحة، قاموا فرزوا قاعدة البيانات على هذه الأسماء اللي جاءت، بعضهم بالأمن وبعضهم قد هم مثل المقاعدين وبعضهم يعني إشكالية، طلعت إشكالية على الشخص هذا نزلتهم، يقول لك أنت نزلت مرتبي، أنا استلمت الشهر الأول في البداية دعينا لنا الثاني. وهذا شكرا للأخ أحمد الميسري وتعاون الأخ هذا المحور لما بذله من جهود كل شيء. طيب الآن مشكلة الأسماء التي يتم إسقاطها، إلى أي حد حجم هذه المشكلة وما هي المعالجات التي تتم بحق هؤلاء الأشخاص الذين تسقط أسمائهم من كشوفة الراتب؟ تمت معالجة بعض الأفراد الذين كانت سقطت يعني بسبب اختلاف معلومات، يقول لا توجد لديهم بيانات، البيانات هذه هي ناقصة المالية لغرض التحري عن الفرد، مش من جاء ركب رتبة أو دخل أو أي رقم وجاء اسمه يشتوى تحرر من ناحية هذا الكلام، ما كان إثبات معلوماته صحيحة بيانه مشوا، اللهم إني ينقصهم التعزيز المالي، يقول لك إنه ما فيش معانا تعزيز مالي للأفراد كفاية، وهذه مشكلة البنك. طيب بالنسبة لموضوع تعامل الحكومة الشرعية مع موضوع مرتبات الجيش الوطني، لماذا التعثر والتأخر في صرف هذه المستحقات؟ ما هي الإشكاليات؟ أين هي المشكلة يعني؟
المشكلة بالتعزيز المالي، عدم وجود التعزيز المالي الكافي. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد أحمد السفياني مندوب محور التعز. هذه الحلقة مستمرة من برنامج المنصة، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لمناقشة المحور الثاني في هذه الحلقة، وسيكون حول انهيار العملة وتداعيات هذا الانهيار على الوضع الاقتصادي في البلد. في المحور الثاني من هذه الحلقة سنخصصه لمناقشة موضوع انهيار العملة المحلية وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين. وقبل البدء بمناقشة هذا لدينا اتصال الأخ نبيل الشرعبي الصحفي الاقتصادي. أهلا بك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، أستاذ نبيل يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع الأستاذ نبيل الشرعبي الصحفي الاقتصادي. إذن الموضوع في المحور الثاني سيكون حول انهيار العملة المحلية بهذا الشكل المتسارع وتداعيات هذا الانهيار على حياة المواطنين والوضع الاقتصادي بشكل عام داخل البلد. معنا مرة أخرى الأستاذ نبيل الشرعبي. أهلا أستاذ نبيل، حياك الله. أستاذ نبيل، بداية باعتقادك ما الأسباب وراء هذا الانهيار بهذا الشكل المتسارع للعملة المحلية كخبير وصحفي متخصص في الوضع الاقتصادي؟ ألو، أسمعك أستاذ نبيل، تفضل. الأسباب الموجهة لارتفاع الأسعار هي الجمارك المزدوجة، أيضا الضرائب المزدوجة، كذلك الإتاوات التي تفرض على التجار في المنافذ المستحدثة، وهي ما بين أعتقد أنها 5 إلى 6 جديدة. كذلك عملية الضغط التي تتم داخل المدن على الناقلات، أيضا مكان الفرض إتاوات وجبايات أخرى، أيضا على تاجر الجملة وتاجر التجزئة بشكل آخر. هذه عوامل كلها متراكمة أدت إلى ارتفاع الأسعار. أما فيما يخص العملة وانهيار سعر صرف الريال اليمني، فهي المضاربة التي كانت تتم في السابق بشكل مبالغ فيه جدا، حيث أن شحات العملات الأجنبية أدت إلى مضاربات بشكل كما نقول كبير للغاية، حيث كان بعض التجار يضطرون لشراء الدولار ما يقارب 400 إلى 500 ريال يمني لتغطية فاتورة الاستيراد. هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية يا عزيزي. طيب انعكاسات هذا الانهيار على حياة المواطن والوضع الاقتصادي بالنسبة لانهيار سعر الصرف، هو سيدفع ثمنه المواطن في الأول والأخير، لأنه يؤدي أو ينعكس على أسعار السلع، والسلع هي أن تعاني من السوق اليمني يعاني من شحة من السلع أو المواد الغذائية، ونحن الآن في اتجاه فقر غذائي مأساوي جدا للغاية. أعتقد بأن اليمن ستصبح الدولة الأولى على مستوى العالم في فقر الغذاء، حيث طغت الآن تجارة الكماليات والإلكترونيات على حساب السلع الغذائية. ما هو موجود الآن من عملات أجنبية يتم تسويقها أو يتم توجيهها لشراء المواد الكمالية والإلكترونيات، تستطيع أن تمشي في الشارع الواحد في صنعاء لا تجد 50 محل إلكترونيات مقابل بقالتين أو 3 بقال لبيع المواد الغذائية. هذا كلها مؤشرات على انهيار الأمن الغذائي. المواطن من سيدفع فاتورة هذا الانهيار؟ والمواطن إلى الآن هو من يدفع هذه الفاتورة. فبعض الأسعار ارتفعت ما يقارب 200 إلى 300 وبعضها أكثر بشكل مبالغ فيه. لنفس الوقت المواطن أو الموظف الذي كان يستلم راتبه ويعول على راتب حكومي انقطع هذا الراتب، فلم يعد هناك مجال أو يعد هناك مصدر يستعين به هذا المواطن لشراء الأساسيات لاحتياجات أسره. أصبحت الآن بعض الأسر
تكتفي بوجبة أو وجبتين في اليومين أو ثلاثة الأيام لتوفير الطعام للصغار الذين لا يقوون على الجوع. أيضا هناك أسر كثيرة تشردت، أسر كثيرة غادرت المدن نحو الأرياف، موظفين كثيرون أن ينامون على الأرصفة في الشوارع مشردين لا يجدون ما يقتاتون. هذا كله ناتج عن ارتفاع الأسعار والتوقف عملية دفع الرواتب. وضع مأساوي. أشكرك جزيلا أستاذ نبيل الشرعبي الصحفي الاقتصادي. أيضا ينضم لنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الزوب. أهلا بك دكتور محمد. مرحبا دكتور محمد. بداية، ما هي أسباب هذا الانهيار في العملة المحلية؟ شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة، وكنا نتمنى أن يكون الموضوع أكثر شمولية من الداخل على هذا الموضوع الاقتصادي في اليمن. موضوع حساس جدا ويعطينا انطباع عن الوضع السيء والحزين الذي وصلت إليه الوضع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية. أولا عزيزي، النبضة بسيطة جدا عن الاقتصاد. اقتصاد اليمن كان يعتمد بالأساس على مداخل النفط أو ما كان يباع من النفط اليمني للسوق العالمية، وهو كان محور الاقتصاد اليمني، وكان هو الذي يغذي ميزان الدولة من العملة الصعبة، وكذلك ما تقوم به الدولة من خدمات وما تقوم به من رواتب، وكذلك يعني في النشاط الخدمي. الآن في ظل الحرب أصبح الوضع الاقتصادي يعني يتدهور نتيجة أوضاع من ضمنها يا عزيزي أنه اتخذت قرارات في صنعاء أو ما يسمى بسلطة الحاكمة في صنعاء. على سبيل المثال، منها تعويم المشتقات النفطية. تعويم المشتقات النفطية هذا في الأساس أوصلنا إلى مرحلة سيئة جدا من تحديد القدرات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية، بمعنى أنه الآن النفط في العالم يباع الليلة، وأنا أكلمك الآن قدامي سعر العالمي، يباع النفط تقريبا بحوالي بسعر الريال اليمني نقول بحوالي 2400 إلى 2700 من يعني أكتين 95، يعني العادي بيباع تقريبا 2300 ريال، بينما بيباع للمواطن الآن داخل الصناعة بحوالي 5500 أو 5700 ريال. هذا بيؤدي إلى أن القيمة الشرائية أو قيمة الشرائية الريال اليمني تنهار، ونتيجة ذلك هذا المعدل سوف يتواصل. أنا قلت هذا الكلام تقريبا في 15/5/2016، قلنا لهم سوف يصل الريال إلى 400 ريال، ولا الدولار سوف يصل إلى 400 ريال، وعليه نتمنى أن نأخذ في الحسبان هذا الموضوع. حقيقة يا عزيزي أنه اليمن بطبيعة الحال نحن نتصارع ونتقاتل على الموضوع السياسي للحاكم من يحكم، ولا نفكر أبدا بالوضع الاقتصادي، لأن الوضع الاقتصادي هو محور العيش. الآن العالم كله يشتغل، كل حتى السياسي بيشتغل اقتصاد. عندنا في العالم العربي وفي اليمن بالذات يعني كل القتال يتم على موضوع من يحصد القدرات السياسية والعسكرية في الميدان، وهذا اللي يسبب لنا الآن الريال اليمني. صحيح أن هناك صراع من هذه الناحية دكتور محمد، لكن ربما لديهم حالة استثمار للوضع الحاصل تجار الحروب والاستثمار من معاناة الناس والتفيد ربما أكثر. أكيد 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 أنا معك في هذا الموضوع. هذا تكلمنا إحنا، تكلمنا يا عزيزي على هذا الموضوع، قلنا بكل صراحة، قلنا أولا قرار تعويم المشتقات النفطية هذه الرسالة الآن عن طريق قناتكم هذه إلى عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح، كلمة واحدة وبس يا أخي إلغي التعويم. قلنا لها الوزير النفط، قلنا للناس على الكلام بالكامل، هذا الكلام يجب الليلة هذا يسمعوه إذا مش تقول كلام الصدق. أنا كنت أطلع على قنواتهم، قنوات المؤتمر وقنوات المسيرة، وكانوا يأخذوا بكلامي إذا مش يسوي يعرفوا الكلام الصح. نقول الليلة نفس الكلام هذا يا أخي، ارفع قانون التعويم. قانون التعويم أجاب من تجار يعني عملوا على ضهر الشعب اليمني بزنس كبير وضيعوا الريال والعملة الصعبة. إلغي هالقى وعود من جديد إلى ما كانت تقول يعني شركة النفط اليمنية، وخلوها تتحمل المسؤولية بالكامل بحيث أنه يعرفون من بيروح هذا المبالغ. المبالغ الجمع يعني مبالغ تصل في اليوم الواحد إلى مليار ريال يوميا فساد في موضوع المشتقات النفطية، كذلك في موضوع الغاز تقريبا نفس المبلغ حوالي مليار ريال يوميا بيروح بالشتقات النفطية غاز فساد. طيب هذا كله بإمكاننا، هذا الله يغطينا عقل رواتب يغطينا يعني المعاشات. دكتور محمد، وهل تعتقد في ظل وجود هذه المبالغ والمكاسب أن يتم إلغاء قرار التعويم ومراعاة مصلحة المواطنين؟ هذه هي فرصة للتكسب.
شوف أقول لك حاجة واحدة. أنا نفسي كان القناة المسيرة وقناة وكالة الخبر وكالة خبر الأنباء الذي تتبع طبعا الرئيس علي صالح كان يتواصلوا معي أن احنا نسير المحاكم ونتقات الحكومة هذه ونرفع عليهم قضية علشان هو الموضوع الجرعة آخر جرعة آخر جرعة قاتلنا على قدر روحنا المحاكم. الآن ما عادش محاكم وين نسير المحكمة الإدارية نرفع يعني على صالح الصمار وقول له يعني يا صالح الصمار الغي قرار التعويض. هم يعرفوني يا أخي قبل ما يسقطوا حكومة هذه يا عزيزي وأنا أقول هذا الكلام هم عارف اللي أنا بين الصحبة أنا صحبة قبل ما يقولوا بيت هذه بأربع أيام كانوا موجودين في السياسة يقولون لهم يا جماعة الخير اشتغلوا في الاقتصاد أحسن لكم اشتغلوا في الحرب. المشكلة أنه الآن يا عزيزي البلاد يعني تذهب إلى الفناء تذهب إلى عدم القدرة على الإحياء بمعنى أوكي يقول لك الآن اصمدوا طيب اصمد يا أخي وبعدين بعد الصمود إيش ماذا بيكون بعد الصمود؟ أنت لا تمتلك مكونات أو قدرات اقتصادية. هو بالفعل إحنا ما عنديش بعدين دورة حجارة نزينا وبنبدي منها البلاد هذا كلام فاضي. إذا لم تكن هناك رؤية اقتصادية يا أخي المجال لا يتسع إحنا نناقش هذا الموضوع. أديتونا حوالي 5 دقائق وأربع دقائق منها. الموضوع ذو شجون. المشكلة زي ما عندكم الآن يطرحونا مثلا في التلفزيونات أو عبر الندوات هذه ونجي نتكلم لنا كلمتين لا بيطلعين ولا بينزلين. القضية كبيرة جدا يا أخي الصراع في العالم الآن قد أصبحت بالتأكيد ما تطرحه دكتور محمد ما طرحته أن دكتور محمد طيب ما طرحته أن دكتور محمد هو محل اهتمام وموضع تقدير وأنا أحيي شجاعتك أن تطرح هذا الشيء من صنعاء من داخل صنعاء وأتمنى لك السلامة وأن لا يضرك هذا الحديث وهذه الشجاعة التي تحدث بها. قلت أنك قبل فترة حذرت من أن الدولار سيصل إلى 400 ريال قراءتك للقادم هل يمكن أن تنهار العملة أكثر من الوضع الحالي؟ يا أخي هي انهارت الآن هو معانا الآن هو تقريبا الذي بيعدل الموضوع هي تحويلات المغتربين فقط يعني تحويلات المغتربين نوعا ما هي الذي يعني تفرمل يعني انهيار ولا في الأساس وكانت مداخيل اليمن كانت أساس مداخيل اليمن من النفط يعني كنا نبيع النفط بالدولار ويجيب لنا ونحطه في البنك بعدين يجيب للتجار يروح يشتري لنا مشتقات استهلاكية شوف كيف الحبوب والرز والسكر والملابس والسيارة كل حاجة من السوق. الآن نعرفش الآن بيضطر التاجر أنه يروح يشتري دولار من السوق والسوق معطل وبالتالي يصبح العرض أقل من الطلب وعليه طلب كثير وما فيش السوق وبالتالي الآن ما يجب عن إنتاج نفط والنفط معطل في اليمن وأيضا حتى المجمع الذي الآن يحكمه سلطة الصناعة لا توجد لهم قدرات وقلنا لهم هذا الكلام قلنا لهم يا جماعة أنتم سوف تحكمون حجار السود وهذا اللي حاصل يعني ما عندهم قدرات الآن أنهم يغطوا الاستهلاك من العملة الصعبة. البنك المركزي عطل وأيضا البنك المركزي الآن سحب إلى العجم وكان يفترض في هذا الحالة أيضا أنه الأخوان مثلا في التحالف يحاول يعمل توازن لهذا الموضوع. احنا قلنا ورحنا حلول عليهم وقلنا كيف تتم العملية ونشرتها أنا في مقالات وفي صور كثيرة كيف يتم الوضع ولكن يبدو طيب أنه حتى دول التحالف في اليمن لو بشكل مختصر دكتور محمد لو بشكل مختصر تتحدث عن رؤيتك والحلول المقترحة من وجهة نظرك لإيقاف هذا التدهور في العملة المحلية. شوف بالنسبة على الموضوع في ما تحت ما يسمى بسلطة صنعاء. سلطة صنعاء إذا هم يريدوا يوقفوا هذا الموضوع الموضوع ببساطة أولا موضوع التعويم النفط هذا يجب أن يلغى يجب أن نحن نعجين جديد ويسيطر وشركة النفط على البيع والشراء وإذا كان هناك في مداخيل يجب أن تتحول المداخيل إلى وزارة المالية فقط ما تروح إلى جيوب المسؤولين. هذا أول حل لابد ما تحول كل المداخل أضفت على العجبة البترول 1000 ولا 2000 ولا 1500 أضيفها عليها ولازم ما تحول هذا التحويل الرسمي إلى خزينة الدولة بحيث أن يصبح عندك إمكانيات. هذا أول حاجة. الحاجة الثانية يجب أنه تعاد كل الفلوس العملة الصعبة التي سلبت من البنك المركزي لابد ما يسمعوا هذا الكلام وتعود كل الأموال النقدية تعود من جديد على أساس يحافظوا على مستوى العرض والطلب الموجود في السوق. ثالثا بالنسبة لما يهم اليمن يعني على مستوى التحالف التحالف هو اللاعب الأكبر في الموضوع هذا. إذا كان مستوى اليمن أن تعود من جديد على أقل تبدأ الناس تعيش لأن الناس يا أخي مقبل على أنهيار يجب على دول التحالف أن تعمل على حجز. أولا تغذي السوق اليمنية بالمشتقات النفطية
كهدايا كهدايا في الأساس. يعني إحنا اللي ما بنحتاج حوالي 100,000 برميل في اليوم، كأن إحنا الأردن أو كأن إحنا مصر أو دولة من الدول هذا، فضربنا هذا الكميات. ويضخ مجموعة لا بأس بها من المليارات حتى تعمل توازن مع الضرب على الدولار. هذا الحلول بالنسبة للتحالف. أما إذا كان خارج هذا الموضوع فنحن مقدمين على أيام وأشهر وسنوات سوف تكون شديدة على المواطن اليمني. نحن لا نمتلك العملة الصعبة في اليمن، ولا يوجد لنا بديل، ولا يمكن للشعب اليمني في أي لحظة من اللحظات أن يقوم باستبدال أو بتعويض العملة الصعبة الذي يحتاجها في شراء كل مستلزمات الحياة اليومية. أشكرك جزيلا دكتور محمد الزوبة خبير اقتصادي، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. اتصال آخر أو وصلنا لنهاية الحلقة؟ طيب إذن نذهب لاستعراض بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال الواتساب حول الموضوع. من أهم أسباب انهيار العمرة هو الكساد الاقتصادي الموجود حاليا وتضخم العملة. الناس الآن الدولة تدفع رواتب بدون وجود عائدات، فسبب انهيار الى انهيار العملة وفقدان الناس فقدان ثقة الناس بالعملة الوطنية مع العملة المحلية. اثرها بدأت تتجلى واضحة على المواطنين. الناس في حالة متعبة جدا، ارتفاع اسعار، ارتفاع ايجارات المنازل، انهيار معنوي في الاساس وهو الاهم. الناس ما فيش عندهم اي ثقه بالعمله المحليه. موضوع انهيار الريال اليمني، كثير من الناس من الشباب اليمني والشعب اليمني بشكل عام فاهمين موضوع ارتفاع الدولار بطريقه خاطئه، قصدهم انه الدولار هو الذي بيرتفع. لا، الموضوع انه الريال اليمني هو اللي بينهار. الريال اليمني مهدد جدا بالانهيار حتى يصل إلى ما وصل إليه الدينار العراقي. في قادم الأيام كيف بتكون حياة الناس؟ بالذات أنه الآن ما فيش دخل، ما فيش مرتبات، ما فيش، والأسعار بترتفع فوق الخيال. يعني أنا كيمني أروح أشتري بعملتي اليمنية لأنه دخلي يمني، فكيف بنواجه المشكلة هذه؟ كيف لازم يعني الحكومة سواء اللي في الخارج أو الحكومة اللي بالداخل، اللي حكومة الإنقاذ أو حكومة هادي، الشعب اليمني بيعاني جدا وسيعاني أكثر في حال وقفتم متفرجين لانهيار عملتنا. لا، لازم نشوف حل. الشعب بيتأثر كثير وبنوصل إلى مجاعة تقريبا الصومال ما وصلتش لها. أيضا وصلتنا بعض المشاركات من خلال الفيسبوك نستعرضها. الأخ أحمد يقول: الذي كان حلما يصبح مستحيلا أو شبه من كل الاحتياجات الضرورية. الأخ خليل يقول: توقف الصادرات خاصة النفطية التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد، نهب الاحتياط النقدي، الطلب المتزايد للعملة ليتم عملية الاستيراد. الأخ جمال يقول: يزداد الأغنياء غنى اللي يستلم الدولار، ويزداد الفقراء فقر اللي بيستلموا يمني أو أبو مية مشطط. الأخ أحمد يقول: ارتفاع الأسعار المحلية بالنسبة للمواطن العادي الذي يستلم بالعملة المحلية، وزيادة نسبة الدخل بالريال اليمني المواطن الذي يستلم بالعملة الأجنبية. الأخ جعفر يقول: انهيار العملة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل خيالي، وهذا ينعكس على حياة المواطن مسكين ويؤدي إلى تفشي الجوع والمجاعة وازدياد الأزمة الاقتصادية للبلاد. إذن وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. في الختام تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.